بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف المحاضرة الثالثة الخاصة بالسيل سايكل اند سيل سايكل ريجوليشن، وان شاء الله نحاول ان احنا نخلص المحاضرات الخاصة بالسيل سايكل في المحاضرة دي. لو ما قدرناش يبقى نقدر نعمل محاضرة كمان. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الميتوزز او الام فيز، وبنتكلم نقول ان الميتوزز which is also called the karyokinesis and cytokinesis constitute the shortest phase of the eukaryotic cell cycle. هي أقصر phase في the eukaryotic cell cycle. Typically taking around 1 to 2 hours to complete in a mammalian cell. Mitosis itself comprises 5 distinct phases as follows. احنا طبعا عندنا فكرة قديمة عن الميتوزز وعن الفيزز of mitosis، لكن هنتكلم النهاردة بتفصيل شوية وبديتيلز اكتر شويه على مستوى بقى البوست جراديويت، وان شاء الله باذن الله نقدر مع بعض يعني نكتسب مفاهيم جديده ما كناش عارفينها قبل كده، ونرسخ المفاهيم القديمه اللي احنا عارفينها على مستوى البكالوريوس او ما سبق عن الميتوزس. طبعا اول فيز هي البروفيز، ودي البروفيز الستيج in which begins the condensation of the chromosomes في النيوكليوس and ends with the breakdown of the nuclear envelope. دي البروفيز يبقى فيها condensation للكروموزومز و ends with the breakdown of the nuclear envelope. تليها الميتافيز، انما هنقسم الميتافيز الى برو ميتافيز and metaphase. البرو ميتافيز هي المرحلة اللي فيها الميتوتيك سبيندل تتكون، وفي 3 essential events must occur في البرو ميتافيز if cell division is to proceed normally. الأول event اللي هي البايبولر سبيندل اكسس يتكون ويبقى established. تاني event ان الدوتر كروماتيدز of each replicated chromosome must become committed to the opposing spindle poles. وتالت event ان الكروموزومز must be aligned at او near to the spindle equator. ممتاز. يبقى البروميتافيز هي المرحلة تكوين الميتوتيك spindle forms، فيها 3 events. الايفنت الاولانية ان البايبولر spindle axis يتكون and established. تاني حاجة إن الدوتر كروماتيدز of each replicated chromosome must become committed للopposite spindle poles، والتالتة إن الكروموزومز must be aligned at or near to the spindle equator. نتكلم بعد كده عن الميتافيز proper، ونقول إن الميتافيز proper during this stage كل الكروموزومز are bi-oriented and positioned near the spindle equator. All chromosomes align themselves along the metaphase plate. تالي الميتافيز يبقى احنا قلنا البروفيز، البروميتافيز يليها الميتافيز، وبعدين الانافيز. ان السيستر كروماتيدز that comprise each chromosome separate to form two independent chromosomes. الانافيز is separated into anaphase A and anaphase B. يبقى في الانافيز ال sister chromatids that comprise each chromosome separate to form two independent chromosomes. وفي الاخر في التيلوفيز اللي هي ال final stage of mitosis in which the chromosomes decondense and a nuclear envelope forms around each set of chromatids. The contractile ring begins to form in readiness to split the cell into two daughter cells, كل واحدة with its own nucleus. طبعا في مادام بنتكلم عن السيل سايكل والسيل سايكل ريجوليتورز، يبقى لازم نتكلم عن ابطال الريجوليشن بتاعت المرحلة دي. وابطال الريجوليشن بتاعت المرحلة دي مهمين جدا ان هم ريجوليتوري موليكيولز، وبيلعبوا ادوار محورية في البروموتينج البروجريشن ثرو ميتوزس. ومنهم
حاجات احنا ذكرناها قبل كده ومنهم حاجات لسه هنذكرها المرة دي. اهمهم CDC25 بروتين فوسفاتيزز، ودول احنا جبنا سيرتهم قبل كده، ومنهم البولو لايك كاينيزز وال1433 بروتينز، الميتوتيك سايكلين ديبندنت كاينيز كومبلكسز، برضو دول جبنا سيرتهم قبل كده، والانافيز بروموتين كومبلكس لسه ما جبناش سيرته، يعتبر اول مره نذكره. طبعا ادي الايه الصوره بتاعتنا اللي بتبين المراحل المختلفه. البروفيز اهو زي ما احنا شايفين، السبيندل بولز، الليت بروفيز، الايه السيستر كروماتيدز يروحوا الديفرنت بولز، وتبتدي عمليه الايه الميتافيز والايه والالاينمنت في الايكواتوريال بلينز، وبعدين الايه الانافيز، هنا بداية الايه الكليفج فارو، وبعدين عملية الايه التيروفيز والكونتراكتايل رينج فورميشن والسيبريشن انتو تو سيلز دوتر سيلز. اول بطل من ابطال المرحلة دي هو السي دي سي 25 بروتين فوسفاتيزز. خلوا بالكم فوسفاتيزز هنتكلم عليه والكلام هيطول شوية علشان في منهم حاجات احنا جبنا سيرتهم في المراحل الاولانية. بنقول ان السي دي سي 25 family of dual specificity phosphatases consist of three members A و B و C. السي دي سي 25 B and C هم دول المين ريجوليتورز بتوع الميتوزس، انما ال CDC 25A plays a role in regulating ال G1S transition. فاكرين؟ ال CDC 25B اللي هو may be involved in the initial dephosphorylation and activation of cyclin B CDC2, which then initiates the positive feedback loop of CDC 25C activation by CDC2. يبقى في هنا ان CDC 25B ده هو ده اللي بيبدا عمليه الانيشال دي فوسفوريليشن والاكتيفيشن اوف سايكلين بي CDC2. احنا قلنا هنا في الدي فوسفوريليشن از اكتيفيشن في السايكلين بي CDC2، ده الكابل بتاع السايكلين والسايكلين ديبندنت كاينيز الموجود في المرحله دي، وهو ده هيعمل بوزيتيف فيدباك لوب عشان يعمل اكتيفيشن للسي دي سي 25C by CDC2. طيب ال CDC 25B is also believed to play a role in centrosomal microtubule nucleation during mitosis since the overexpression بتاعه causes formation of mini spindles in the cytoplasm. يبقى ال CDC 25B اللي هو involved in the initial dephosphorylation and activation of cyclin B CDC2 هو المسؤول عن السنتروسومال مايكروتوبيول نيوكليشن، ولما لقوا ان هو اوفر اكسبريست ادى هذا الى ميني سبيندلز فورميشن في السيتوبلازم. السي دي سي 25A اكسبريشن ده از اندر ترانسكريبشنال كنترول اوف ذا اي تو اف ترانسكريبشن فاكتورز. فاكرين الاي تو اف ترانسكريبشن فاكتورز كانوا بتوع الريتينوبلاستوما بوكيت بروتين ان ذا ليت جي 1 and is involved in the activation of cyclin E, cyclin dependent kinase 2, and cyclin A, cyclin dependent kinase 2 اللي هم كانوا في ال S phase. يبقى احنا جبنا سيرة ال CDC 25A ده قبل كده، والنهارده اتكلمنا على ال A ال CDC 25B اللي هو المسؤول عن ال activation of cyclin B CDC 2، وبالتالي السايكلين بي سي دي سي 2 او سي دي سي 2 بالذات هو اللي بيعمل بوزيتيف فيدباك ستيميليشن للسي دي سي 25 سي. السي دي سي 25 اي اكسبريشن قلنا ده از اندر ترانسكريبشنال اكتيفيشن اوف اي تو اف ترانسكريبشن فاكتورز في الليت جي 1
وهو اللي بيعمل اكتيفيشن للايه للسايكلين اي سايكلين ديبندنت كاينيز 2 اند سايكلين اي سايكلين ديبندنت كاينيز 2 كومبلكسز ذات ريجوليت انتري في الاس فيز. السي دي سي 25 سي از ذا بروتين فوسفاتيز ذات از مينلي ريسبونسبل فور دي فوسفوريليشن اند اكتيفيشن اوف ذا سايكلين بي سايكلين بي سي دي سي 2 كومبلكس. طيب بيقول لحضرتك ان treatment of CDC25C with phosphatases in vitro هيؤدي الى reduction of the CDC25C phosphatase activity indicating that لما بيبقى hyperphosphorylated this is required for phosphatase activity during mitosis. Cyclin B CDC2 هو نفسه is able to phosphorylate CDC25C وبالتالي this initiates a positive feedback loop that induces rapid activation of cyclin B CDC2 at the G2M transition. تاني عشان ممكن يحصل لخبطة في الايه في الحتة دي. احنا اتكلمنا قبل كده عن جبنا سيرت حاجات من ال CDC25 family ده قبل كده. نرجع نقول تاني CDC25 family في منه A و B و C. ال CDC25 B و C هم دول المين ريجوليتورز في الميتوزز. ال A ده بتاع الريجوليتنج لل G1S transition. ال B involved في الانيشال ديفوسفوريليشن اند اكتيفيشن اوف سايكلين B CDC2 اللي بيعمل نفسه بوزيتيف فيدباك لوب عشان يعمل CDC25C اكتيفيشن. وال CDC25B is also believed to play a role في السنتروسومال مايكروتوبيول نيوكليشن during mitosis لما لقوا ان الاوفر اكسبريشن بتاع البي ده هيعمل فورميشن اوف ميني سبيندلز في السيتوبلازم. ال CDC25A ده is under transcriptional control بتاع مين؟ بتاع الاي تو اف ترانسكريبشن فاكتور في الليت جي 1 and is involved in activation of الحاجات بتاعه الجي 1 اس فيز والاس فيز اللي هم السايكلين اي سي دي كي 2 اند سايكلين اي سي دي كي 2 كومبلكسز ذات ريجوليت انتري انتو ذا اس فيز. ال CDC25C is the protein phosphatase that is mainly responsible for activation and dephosphorylation of cyclin B CDC2 complex. ولما لقوا ان في phosphatases in vitro بتأثر على ال CDC25C وتعمل له reduction ده بيأثر على الاكتيفيتي بتاعته indicating that ان الhyperphosphorylation is required for the CDC25C activity during mitosis. طيب يبقى السايكلين بي سي دي سي 2 اللي هو ده الموجود في الميتوزز هيبقى قادر على ان هو يعمل فوسفوريليشن للسي دي سي 25 سي والاكشن ده هيعمل انيشيت ا بوزيتيف فيدباك لوب ذات انديوسز رابيد اكتيفيشن لنفس السايكلين بي سي دي سي 2 بوزيتيف فيدباك ميكانيزم في الجي 2 ام ترانزيشن. طيب بيقول لحضرتك ان الانيشال تريجر بتاع ال CDC25C activation remains unclear although it has been shown to be phosphorylated by cyclin E CDK2 and cyclin A CDK2 in vitro مش in vivo اللي هم مين؟ اللي هم دول اللي هم موجودين كانوا في المرحله بتاعه الايه؟ المرحله بتاعه الاس فيز. دلوقتي في بقى حد كده نجم جديد هيظهر اللي هو البولو لايك كاينيز 1 is another potential upstream regulatory kinase of CDC25C. البولو لايك كاينيز ممكن يشتغل في الفيفو. الدور بتاع ال CDC25A in CDC2 activation ممكن برضو has been suggested. مين هو يا جماعه ال CDC25A لو نفتكر ال CDC25A ده اللي قلنا is under transcriptional control of the E2F transcription factors في الليت G1 and is involved in activation of cyclin E cyclin dependent kinase 2 and cyclin A cyclin dependent kinase 2 complexes اللي موجودين في الاس فيز. طيب الدستركشن بقى بتاع ال CDC25A by ubiquitin mediated pathway. ال ubiquitin mediated pathway ده بيؤدي الى ubiquitination وبالتالي يؤدي الى ايه degradation عن طريق الايه lysosomes. فالدستركشن عن طريق بتاع ال CDC25A by the ubiquitin mediated pathway serves to ensure that cells do not undergo a premature mitosis and this is achieved by
phosphorylation of CDC25A by CHK1. Lakin, however, once cells are committed to mitosis, stability of CDC25A undergoes major changes fain في مرحلة الـ A G2M transition owing to phosphorylation on serine 17 and serine 115 that uncouples it from the ubiquitin-mediated degradation pathway. يبقى بيقول لحضرتك ان destruction بتاع الـ CDC25A by the ubiquitin-mediated pathway ensure ان الخلية دي ما يحصلهاش premature mitosis and الموضوع ده achieved by phosphorylation by CHK1. انما لما الخلية خلاص committed to mitosis الـ stability بتاعته undergoes major changes في الـ G2M transition لما يحصل له phosphorylation في المواقع اللي هي serine 17 and serine 115 اللي بتشيل الـ ubiquitin mediated degradation pathway منه. الـ phosphorylation on these specific residues is mediated by cyclin B CDC2 and therefore forms part of a positive feedback activation loop whereby CDC25A is stabilized برضو بمين بCDC2 and this is followed by dephosphorylation of CDC2 on threonine 14 and tyrosine 15 اللي احنا جبنا سيرتهم المرة اللي فاتت. طيب يبقى ايه ادي رول اوف ايه اوف CDC25A اللي هو كان موجود في الليت جي 1 اس فيز كمان ليه دور هنا فين؟ ليه دور هنا معانا في المرحله بتاعه الايه؟ الجي 2 ام ترانزيشن. ازاي؟ عن طريق ان هو بيحصل له فوسفوريليشن. الفوسفوريليشن دي ميديتد باي سايكلين بي سي دي سي 2 اللي هو بيحصل له برضه بوزيتيف فيدباك اكتيفيشن لوب وير by CDC25A is stabilized by CDC2 and this is followed by dephosphorylation يعني هو phosphatase فبيعمل dephosphorylation على CDC2 في الثريونين 14 and tyrosine 15. تاني بطل من الأبطال المرحلة اللي هو البولو-like kinases والبولو-like kinases دول مجموعة سيرين ثريونين بروتين kinases منهم أربعة have been described في الماميليان سيلز البولو-like kinase 1 و2 و3 و4. البولو-like kinases share a closely related catalytic domain في الامينو تيرميناي. الكاتاليتيك دومين الموجودة في الامينو تيرميناي فيها identity أو homology بنسبة 50 لـ 65%. وفيها homologous carboxy terminal domain اسمها البولو-box domain of which there are two. واحد في بولو بوكس دومين 1 و2 دول مالهم؟ دول مهمين علشان يعملوا السب سيلولر لوكاليزيشن اوف ذا كاينيزز سينس الميوتيشن في المنطقه دي هتؤدي الى ديسربشن اوف ذا ايه اوف ذا لوكاليزيشن يبقى اللوكاليزيشن احنا قلنا اللوكاليزيشن مهم جدا ان ايه تبقى هل هي نيوكليير لوكيشن ولا سيتوبلازميك لوكيشن طيب في مناطق من الستراكشر بتاع الحاجات بتؤدي الى regulation of the subcellular localization. الميوتيشن بتاع المناطق دي هيؤدي الى ان يحصل disruption في عملية اللوكاليزيشن ومنها الايه البولو-like kinase 1. البولو-like kinase protein levels and the phosphorylation status برضو are cell cycle regulated. فبالتالي البولو-like kinase 1 is undetectable في الخلايا في مرحلة ال G1S phase transition. لكن ال المستويات بتاعته او الليفلز رايز ديورنج الاس فيز يبتدي يعلى اند ذا فوسفوريليشن اوكيرز في الجي 2 تايب يبقى بالتالي ما دام هو هيبتدي ما كانش موجود في الجي 1 اس فيز ترانزيشن ويبتدي يعلى في الاس فيز وكمان يحصل له فوسفوريليشن في الجي 2 معناه ان هو ات از امبورتنت في الجي 2 ام ترانزيشن انتري انتو ميتوزس اند اكزيت فروم ميتوزس اند از رابيدلي ديجريدد از ذا سيلز exits mitosis and the polo-like kinase 1 activity مستوياته بتعمل peak في الميتافيز انافيز ترانزيشن احنا مش قلنا ايه الستيجز بروفيز برو ميتافيز ميتافيز انافيز وتيروفيز في المرحله الميتافيز انافيز ترانزيشن البولو-like kinase 1 بيبقى ايه البيك ليفل بتاعته activation of polo-like kinase 1 ده كمان has been found to occur at a similar time مع مين؟
مع السايكلين بي سي دي سي 2 اكتيفيشن. معنى كده وكمان has been demonstrated ان ال سي دي سي 25 سي از ا سبستريت فور بولو لايك كاينيز 1 وان الفوسفوريليشن ادت الى اكتيفيشن اوف ذا فوسفاتيز اند سبسيكوينت دي فوسفوريليشن اوف سايكلين بي سي دي سي 2. يعني الاكتيفيشن اوف بولو لايك كاينيز 1 بيحصل في نفس التوقيت بتاع السايكلين بي سي دي سي 2 اكتيفيشن اللي هو ذا مين كومبلكس ريجوليتنج المرحله دي. And it is demonstrated in the human CDC25C ده substrate للpolo-like kinase والphosphorylation بتاعها بالpolo-like kinase يؤدي إلى activation of the CDC25C phosphatase وبالتالي يؤدي إلى dephosphorylation activation of cyclin B CDC2. كمان في other substrates phosphorylated by polo-like kinase 1 include cyclin B1 والA والMIT1 والA والAPC اللي هم الأنافيس بروموتين كومبلكس. البولولايك كاينيز 2 is the least well characterized of the mammalian polo-like kinases although it is thought to play a role في cell cycle re-entry of G0 arrested cells. قال لك ممكن البولولايك كاينيز 2 ده يكون لي دور في رجوع الخلية من الكوايسنت فيز اللي كنا كلمنا عليها في أول مرة الجي 0 ان هو يخش فين في cell cycle re-entry. Polo-like kinase 3 بقى ده has been implicated في ال DNA damage control at the G2 checkpoint. ما احنا قلنا في 2 checkpoints G2M و G1S where in mammalian cells it acts in the P53 mediated stress response pathway وبالتالي ايه مهم في حتة الايه ال دي implicated في ال DNA damage والكنترول بتاع checkpoints اللي هي mediated بايه بال P53 mediated stress response pathway. فاينالي في أربعة و محدش عارف ده بيعمل ايه بالظبط. البطل الثالث اللي هو 1433 بروتينز 1433 بروتينز بيقول لحضرتك ان ال CDC 25C فوسفاتيز اللي احنا عمالين نتكلم عنه ده الاكتيفيتي بتاعته is regulated negatively بقى by phosphorylation. مش احنا قلنا ان ال ان CDC 25C phosphatase activity is regulated positively by phosphorylation by polo-like kinase هنا negatively بمين بال 1433 بروتينز ازاي؟ ما هو في سايتس ثانيه بقى سايتس ثانيه اللي هي على السيرين 216 ريزيديو that creates a binding site for small phosphoserine binding proteins known as 1433. A number of 1433 proteins are known to exist including epsilon وجاما وبيتا ومش عارف ايه يعني حروف كده ايه كتيره جريكي. المهم يعني ان ال CDC 25C ده is localized في السيتوبلازم في فتره الانترفيز. فتره الانترفيز ايه فتره الانترفيز حضرتك؟ فتره الانترفيز هي الفتره اللي هي اللي هي فيها الـ G1S G2 type and is directed to the nucleus ويتحرك يروح النيوكليس قبل الميتوزس. طيب لما يحصل binding بتاع الـ 1433 للـ CDC25C هيؤدي إلى إنه يمنع النيوكلير localization اللي المفروض تحصل قبل الميتوزس. هيخبي المنطقة اللي بسموها النيوكليير لوكاليزيشن سيجمنت او نيوكليير لوكيشن سيجمنت which is in close proximity للايه للسيرين 216 ريزيديو. يبقى هو ده الميكانيزم اللي هو بي هيؤدي الى ان هو يؤدي الى فوسفوريليشن للسيرين 216 ريزيديو ويمنع عملية النيوكليير لوكاليزيشن. فبالتالي ده هيؤدي الى ايه ان السيكوستريشن للسي دي سي 25 سي في السيتوبلازم في المرحله المفروض يكون فيها في النيوكليس. طيب it is demonstrated that السيرين 216 is the major phosphorylation site of سي دي سي 25 سي during the interphase لكن مش during the mitosis. البوتنشال كانديديت كاينيزز فور فوسفوريليشن
on سيرين 216 سي on CDC 25 سي اللي هم CHK1 وال CDS1 وال CTAC1. ال CHK1 وال CDS1 are both mediators of G2 arrest in response to DNA damage or incomplete replication. فبالتالي الفوسفوريليشن اوف CDC 25C في فترة الانترفيز creates a binding site لل 1433 causing cytoplasmic retention. يبقى بيحصل فوسفوريليشن بالحاجات دي اللي هي CHK1 وال CDS1 ومعرفش CTK1 ده، وبالتالي الحاجات دي يؤدوا الى arrest في الجي 2 in response to DNA damage او incomplete replication. يبقى دول ايه؟ check mediators. طيب لما يحصل phosphorylation للسي دي سي 25 سي في الانترفيز ده creates a binding site لل 1433 proteins هيؤدي الى cytoplasmic retention وما يخشش فين؟ ما يخشش النيوكليوس في الفتره اللي هو المفروض يخش فيها اللي هي قبل الميتوسس. دي phosphorylation of serine 216 لو حصل له دي phosphorylation possibly by CDC 25B possibly يعني محدش عارف في اول الميتوزس يبقى ده انقذ لان هيضطر ان هو ايه خلاص هيقدر يتحرك ويروح النيوكليوس ويقدر يعمل اكتيفيشن للسايكلين بي سي دي سي 2 اللي هم المين كابل او مين كومبلكس اللي هو مسؤول عن الميتوزس. طب مين هم بقى؟ نرجع تاني ونتكلم تاني بالتفصيل. مين هم الميتوتيك سايكلين سايكلين ديبندنت كاينيز كومبلكسز؟ هم سايكلين بي سي دي سي 2. طيب نتكلم عنهم بقى شويه بالتفصيل. During interphase ونرجع تاني نقول interphase اللي هي الايه؟ ايوه برافو، هي المرحله اللي هي جي 1 اس جي 2. السايكلين بي سي دي سي 2 كومبلكسز موجودين في السيتوبلازم. طيب however في اخر البروفيز most cyclin B CDC2 is found في النيوكليوس following the breakdown of the nuclear envelope. الcyclin B اللي كانوا موجودين في السيتوبلازم ويروحوا للنيوكليوس بعد ما يحصل breakdown of the nuclear envelope ليهم حاجه اسمها cytoplasmic retention sequence في الامينو تيرمينال ريجن بتاعتهم. هيحصل ايه لما الحته دي تبقى deleted؟ causes localization of the cyclin B to the nucleus. الحتة اللي هي كانت منعاهم من الحركة إلى النيوكليوس اللي هي cytoplasmic retention sequence مالها deleted، هيحصل لها localization of the cyclin B في النيوكليوس. ال nuclear export signal also has been defined مع ال cytoplasmic retention sequence and this binds to the export receptor CRM1. يبقى في نيوكلير اكسبورت سيجنال يعني سيجنال طارده للايه؟ من النيوكليوس وبرضه ديفايند فين؟ في حته السيتوبلازميك ريتنشن سيكونس. And this binds to the export receptor. It has been shown that a specific inhibitor of the cytoplasmic retention sequence sorry to the, to the export receptor causes accumulation of the cyclin B in the nucleus. يعني لما انا اعمل inhibition للاكسبورت ريسبتور المسؤول عن طرد هذا الcyclin B من النيوكليوس هيفضل في النيوكليوس. During mitosis في فترة الميتوزس cyclin B ما هو خلاص ما هو موجود فين بقى؟ قلنا في الليت بروفيز. Cyclin B during mitosis is hyperphosphorylated within الحتة بتاعت cytoplasmic retention sequence. والphosphorylation دي is thought to disrupt its interaction مع الـ A مع الـ export receptor. فبالتالي لما يحصل له phosphorylation ويعمل disruption مع الـ export signal هتفضل في النيوكليوس. الميكانيزم by which ده الـ A cyclin B enters the nucleus is less well understood. انما هم عرفوا ان في حاجه اسمها cytoplasmic retention sequence وفي حاجه اسمها nuclear export signal وفي حاجه اسمها export receptor. الفوسفوريليشن بتاع الـ export receptor ده الانهيبيشن بتاعته هتؤدي الى accumulation of cyclin B فين؟ في النيوكليوس.
طيب الميكانيزم قلنا بتاع how the cyclin B enters the nucleus is less well understood. Both cyclin B and CDC2 الاثنين دول اللي هم المين كابل ده ما عندوش النيوكليير لوكاليزيشن سيكونس اللي عند حاجات ثانيه. لكن السايكلين بي 1 has however been shown to be to bind the limine للامبورتين بي. الامبورتين بي ده could be one mechanism that mediates الايه السايكلين بي نيوكليير لوكاليزيشن. طيب السيتوبلازميك ريتنشن سيكونس اوف سايكلين بي برضو بيعمل interaction مع حاجة تانية اللي هو cyclin F which is found predominantly within the nucleus and contains two nuclear localization sequences. قال لحضرتك ان الـ A ان الـ over expression بتاع cyclin F ده هو ده اللي بيساعد على الـ relocation of the cyclin B to the nucleus. هو بيدور على mechanisms يعرف بيها ازاي cyclin B ده دخل الـ nucleus. طيب هو قال بيفترض ان هو بيدخل النيوكليس من خلال حاجتين بقى دلوقتي، قال لك اول حاجه من خلال البايندنج للامبورتين بي، او ثاني حاجه من خلال البايندنج او انتر اكشن مع الايه؟ السايكلين اف، والسايكلين اف ده قال لحضرتك ان هو ايه؟ عنده ايه؟ عنده خاصيه الايه؟ النيوكليير لوكيشن سيكونس، لوكاليزيشن سيكونس عنده ويز فاوند بريدومينتلي في النيوكليس. الاوفر اكسبريشن بتاع السايكلين اف هو ده اللي بيقول لحضرتك بيعمل relocation of cyclin B to the nucleus suggesting that it may be involved in the import of cyclin B1. Although cyclin B contains a cytoplasmic retention sequence and a nuclear export signal sequence, both of which ensure that cyclin B is localized to the cytoplasm, حاجتين يخليه في السيتوبلازم. لكن الفوسفوريليشن of the cyclin B can lead to association with other molecules، وهو الاسوسيشن بتاع الاذر مولكيولز ده اللي بيؤدي الى الريلوكيشن to the nucleus and thereby allowing access to the nuclear substrates. طيب مع ان ده مهم اول سايكلين بي سي دي سي 2 ده ذا مين كابل اللي هو المسؤول عن عمليه الميتوزز وبيخش في الايه في النيو في الايه في النيوكليير في النيوكليس في فتره البروفيز وعنده حاجات تمنعه ان هو يخش في النيوكليس اللي هي النيوكليير اكسبورت سيجنال والسيتوبلازميك ريتنشن سيكونس وكمان عنده حاجه اسمها اكسبورت ريسبتور تطرده بره النيوكليس لكن بيتحايل عليها بعمليه ان هو يحصل له فوسفوريليشن عشان يفضل جوه وفي نفس الوقت ان هو يلزق في حاجات ثانيه تؤدي الى وجوده جوه النيوكليس. ده كده الخلاصه يعني. السايكلين بي سي دي سي 2 كومبلكس ده هو ده اللي انفولفد في الانيشيشن اوف ا نمبر اوف ميتوتيك ايفنتس في السيتوبلازم وفي النيوكليس. يعني مثلا during البروفيز السايكلين بي سي دي سي 2 that is associated with duplicated centrosomes and promotes the centrosome separation and trail phosphorylation بتاع centrosome associated motor protein EG5. يعني هو ده المسؤول عن الايه السيبريشن بتاع centrosome separation and trail phosphorylation بتاع motor protein. كمان هو ده المسؤول عن ايه الفراجمنتيشن اوف ذا جولجي نتورك and is involved في البريك داون اوف ذا نيوكليير لامينا and cell rounding. كل الحاجات بتاعت الميتوزس. يبقى ده is involved in completely reorganizing ايه هندسه الخليه في فتره الميتوزس. طيب مين تاني موجود في الفتره دي بتاعت الميتوزس من الكابلز اللي هي الكومبلكسز السايكلين والسايكلين ديبندنت كاينيزز؟ السايكلين اي سي دي سي 2. السايكلين اي ده plays a major role او plays important roles في two distinct phases احنا جبنا سيرتهم قبل كده. احنا قلنا ان في سايكلين A موجود في الجي 1S وقلنا سايكلين A موجود في الجي 2M، لكن ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين في الكاينيزز اللي هم coupled ليهم. يعني ال separate functions coincide مع الايه سايكلين A binding مع two different kinases. السايكلين dependent kinase 2 في الجي 1S border دي قصة و binding of the CDC2 في الجي 2 border دي قصة تانية.
نحكي عنه شوي. السايكلين اي ليفلز ار undetectable في فتره الاي during الجي 1. امال ايه الليفلز هتبتدي تعلى في فتره الاس دخول الاس فيز. في الفتره دي اللي هي باي ذا تايم السيل انترز ميتوزس، لا دي الفتره الثانيه، السايكلين اي ليفلز بيجين تو ديكلاين، يعني هو اصلا undetectable في الجي 1 ويبتدي يعلى في الاس فيز، وبعدين لما نتيجي نخش في الميتوزس السايكلين اي ليفل يقل بقى خالص. هاويفر ات ستيل از بريزنت ديورينج بروفيز ان ويتش ات از اسوسييتد مع السنتروسومز، اولذو باي تيلوفيز برضه ات از undetectable، عمال يتارجح. ايه الدور بتاعه حضرتك؟ السايكلين اي سي دي سي 2 كومبلكسز ده بلاي رول في الاكتيفيتنج بتاع السايكلين بي سي دي سي 2 كومبلكسز برضو. اند ريسنت ريبورتس سجست ان السايكلين اي سايكلين ديبندنت كاينيز 2 كومبلكسز ماي اولسو اكت ديورينج ذا جي 2 تشيك بوينت. انت اتلخبطنا ولا ايه؟ انت مش قلت لنا ان السايكلين اي سايكلين ديبندنت كاينيز 2 ده موجود في الجي 1 اس بوردر؟ ايه اللي جابه هنا؟ مش انت قلت لنا ان سايكلين اي سايكلين ديبندنت كاينيز 2 موجود في الجي 1 اس بوردر، وسايكلين اي سي دي سي 2 كومبلكسز موجودين في الميتوزس، وعمال يتارجح ان هو يبقى موجود في البروفيز ويرجع بعد كده ينزل في التيلوفيز والكلام ده؟ ايه اللي حصل؟ هو حضرتك بيقول هنا ان سايكلين اي سايكلين ديبندنت كاينيز 2 ممكن يؤدي الى اكتيفيتنج cycline A CDC2 complexes play a role in activating cycline B CDC2 complexes and recent reports suggest in the cycline A cycline dependent kinase 2 complexes may also act during the G2 checkpoint. مع ان مش المفروض، لان cycline A cycline dependent kinase 2 ده بتاع G1S. exit خروجه من الميتوزس requires a degradation، بقى خلاص ما دام هنخرج من الميتوزس كله ده لازم يحصل له degradation. يحصل degradation ازاي؟ عن طريق الايه؟ الubiquitin mediated pathway that itself is regulated by the APC pathway اللي احنا هنتكلم عليه وهو جاي اهو، اللي هو الانافيز بروموتنج كومبلكس. طيب الانافيز بروموتنج كومبلكس ده احنا دلوقتي عايزين نخلص المرحله، وبالتالي هنشوف ازاي الدنيا هتمشي. exit من الميتوزس هتؤدي الى ان في دي حاجات لازم يحصل لها ديجراديشن. الحاجات لازم يحصل لها ريجراديشن دي هيحصل لها ريجراديشن باي يوبيكويتين ميديتد ديجراديشن اوف ميتوتيك سايكلينز عن طريق السايكلين ديستراكشن بوكس. مين ده؟ ده حاجه ريجليتد باي الانافيز بروموتنج كومبلكس يوبيكويتين لايجيز. يبقى الكومبلكس ده الانافيز بروموتنج كومبلكس ده مالتي سب يونت لايجيز ليه كذا بروتين سب يونتس اسميهم بقى اي بي سي 1 واي بي سي 2 وسي دي سي 16 وسي دي سي 23. المهم ده يا سيدي از ان اكتف في الاس والجي 2 فيزز اوف ذا سيل سايكل. طب امال امتى يبقى اكتف؟ يبقى اكتيفيتد في الميتوزس از ا ريزلت اوف فوسفوريليشن ذات از بيليفد تو بي كاريد اوت باي مين باي بولو لايك كاينيز 1 اند اور سايكلين بي سي دي سي 2. تاني يبقى الانافيز بروموتنج كومبلكسز ار مجموعه من اللايجيزز اللي بتعمل ايه؟ بتشبك في السايكلينز. ليه حضرتك؟ علشان خاطر يعمل تحصل لها عمليه يوبيكويتينيشن. طب وما يحصل لها عمليه يوبيكويتينيشن دي معناها ايه؟ ديستراكشن. خلاص هيروحوا للايسوسومز ويحصل لهم ديستراكشن. طب انا عايز اعمل لهم ديستراكشن، مين هيعمل لهم ديستراكشن؟ اللايجيزز. اللايجيزز دول جايين منين؟ جايين من الايه؟ في فترة الميتوزس as a result of A of phosphorylation. مين اللي عملهم phosphorylation؟ البولولايك كاينيزز والسايكلين B CDC2. الانافيز بروموتنج كومبلكس ده requires conversion to an active form بحاجة اسمها CDC20 فيزي. And this can only occur following phosphorylation of anaphase promoting complex. طيب يبقى الاول يحصل لهم فوسفوريليشن وبعدين يحصل لهم اكتيفيشن. طيب الانافيز بروموتنج كومبلكس از اولسو ريكوايرد فور سيستر كروماتيد سيبريشن ديورينج الانافيز باي كوزينج ديستراكشن اوف بروتينز اسمهم السيكيورينز. البروتينز اللي هم بيمسكوا السيستر كروماتيدز توجذر، السيكيورينز دول
inhibit the highly conserved enzyme separase during the cell cycle. يبقى السيكورينز بيعملوا inhibition للenzyme separase during the cell cycle until metaphase in which it is the securines are destroyed. Destroyed will mean بالأنافيز promoting complex. Activation of separase is crucial for the onset of anaphase في كل eukaryotic cells. احنا كده خلصنا لا ما خلصناش في another cell cycle regulatory molecules involved في الميتوزز اللي هم اللي involved في regulating of the normal karyokinesis and cytokinesis include the securines لسه جايين سيرتهم السيباريز الرابدوكاينزين الرابدوكاينزين 6 ده regulated during the cell cycle at the messenger RNA level and protein levels and similar to cyclin B reaches the maximum level في الـ في الميتوزس. الاخر الرابدوكاينزين 6 ده localizes في late stages of mitosis to the spindle mid zone and appears on the mid bodies during cytokinesis. The functional significance بتاع localization during cell division ده has been demonstrated عن طريق الـ antibody microinjection studies showing exclusive production of binucleated cells that failed to complete cytokinesis. طيب دي ازاي احنا بنعرف اللوكاليزيشن عن طريق ايه has been the antibody microinjection studies عشان نشوف الـ exclusive production of binucleated cells اللي هي ايه فشلت ان هي تكمل ايه السيتوكاينيسيس. ايه السيتوكاينيسيس دي؟ احنا عايزين ايه؟ سيتوكاينيسيس مع احنا عايزين ايه الخليه تبقى ايه تنقسم الى اثنين. طيب احنا الخليه تنقسم الى اثنين بعد عمليه الميتوزز اللي احنا عملنا عليها دي. يعني شرحناها بالتفاصيل الممله. ايه سيتوكاينيسيس؟ السيتوكاينيسيس هي at the end of mitosis the cell must ensure that division is taken to completion by a process called cytokinesis. This occurs following assembly of a cleavage furrow في السايت اوف ديفيجن بتاعها. طبعا ما دام في cleavage furrow يبقى عايزين ايه؟ عايزين الياف عضليه بقى اكتين ومايوسين واذر بروتينز that eventually form the contractile ring. Following the chromosome segregation the microtubules bundle في الميد region of the spindle forming the spindle mid zone. والcontractile ring contracts it creates a membrane barrier between each cell and a the spindle mid zone remains connected forming a cytoplasmic bridge until this is finally cut during a abscission. The mid zone has been shown to contribute to actin ring assembly since placement of an artificial barrier ما بين the spindle mid zone والcell cortex during metaphase أدى إلى inhibition of the cleavage furrow. لكن whereas if a barrier was created in early anaphase the cytokinesis proceeded without a problem. طيب the animal cells divide من خلال the formation of an actomyosin contractile ring في the end of the anaphase. The spindle mid zone دي plays role مهم جدا في the contractile ring assembly والبروتينز اللي هم ليهم importance في the spindle mid zone to the contractile ring اللي هم the first of these are حاجه اسمها chromosomal passenger proteins او inner centromere proteins اللي هم initially found localized للchromosomes and centromeres and then translocate للميد زون في فتره الانافيز وانفولفد في الكروموزومال alignment والsegregation والcytokinesis. تاني حاجه اللي هم الموتور بروتينز اللي هم الاي جي 5 that are required to maintain the mid zone. The proteins localize along the spindles during the metaphase and concentrate in the spindle mid zone during the anaphase. Few specific cyclin-dependent kinases play a role for cytokinesis, and it has been shown that mammalian cells injected with non-destructible form of cyclin B during the anaphase will chromosome segregation, but do not form a spindle mid zone and fail to undergo cytokinesis, suggesting a role of the cyclin B in inhibiting cytokinesis. طيب انما السايكلين ديبندنت كاينيزز كمان مي اولسو انهبيت المايوسين اند ذير باي كونتراكتايل رينج فورميشن ثرو انهبيتوري فوسفوريليشن اوف ذا مايوسين ريجولاتوري لايت تشين. يعني لو فضلوا السايكلينز والسايكلين ديبندنت كاينيزز دول موجودين في الفتره دي هيحصل انهبيشن للكونتراكتايل رينج فورميشن عن طريق انهبيتوري فوسفوريليشن للمايوسين ريجولاتوري لايت تشين. المايوسين ريجولاتوري لايت تشين دول ار فوسفوريليتد باي سي دي سي 2 which inhibits actin activated ATPase activity. This inhibitory phosphorylation increases في early mitosis
decreases في الانافيز simultaneously with a decrease in the CDC2 activation. لان اصلا الايه المفروض السايكلينز سواء كان السايكلين في CDC2 والسايكلين ديبندنت كاينيزز والسايكلينز عموما هيحصل لهم في خلال الفتره بتاعت الايه السايتوكاينيسيس دول ايه خلاص بقى هيحصل لهم ديكلاين او ديبليشن. في اكسبريشن كده غريب شويه اسمه اندو ري دوبليكيشن. فاكرين لما قلنا ري دوبليكيشن او ري ديبليكيشن ري اندو ري دوبليكيشن يعني ايه؟ في معظم اليوكاريوتيك سيلز الاس فيز والميتوزز are coupled and occur only once during each cell cycle. يعني في cell cycle ال S phase وال mitosis مع بعضه يتعملوا مرة واحدة. However, occasionally the sequence of events بيحصل لها interruption. إن ال cell undergoes multiple rounds of DNA synthesis وما حصلش mitosis. الله يحصل multiple rounds of DNA synthesis وما يحصلش mitosis. ال process هي دي بقى اسمها ال endo reduplication. ال endo reduplication دي can occur as a result of multiple initiations في ال S phase, reoccurring of the S phase, repeated S phase, or repeated G phases. كمان ال endo reduplication can result in either multiple DNA synthesis with a single nucleus. نعم endo reduplication can result in either multiple DNA synthesis within a single nucleus. Example ال megakaryocytes أو ال multinucleated cells زي cardiac myocytes. بيقول لحضرتك احنا مش عارفين بالظبط الموليكولر ميكانيزمز ريسبونسبل للاندو ريدوبليكيشن في المالتي نيوكليت سيلز، لكن a greater understanding للبروسيسز دي involved might enable cell division to be initiated instead of a endo reduplication which would be useful for replacing damaged cells and would therefore avoid scarring. عشان نقدر ايه نفهم الموضوع ده. In terminally differentiated cells or tissues that contain cells such as cardiac myocytes and neurons. عرفنا عن ايه اندو ريدوبليكيشن. طيب destruction of the cell cycle regulators during the cell cycle. destruction of the of the cell cycle regulators during the cell cycle ده قلنا ان احنا destruction بايه احنا فاكرين لما قلنا ان في اللي هم الانافيز بروموتينج كومبلكسز والانافيز بروموتينج كومبلكسز دول مجموعه من مجموعات الايه اليوبيكويتين لايجيزز وان اليوبيكويتين لايجيزز دول هما اللي بيعملوا ديجراديشن. طيب نشوف كده الحته دي اللي هي ايه بيقول لحضرتك فيها destruction of cell cycle regulators during the cell cycle. The carefully ordered progression of a cell خلال ال various stages of the cell cycle دي mediated the timely synthesis and destruction of numerous cell cycle regulatory proteins. دايما واحنا كنا من اول ما ابتدينا cell cycle واحنا بنقول ان حاجات تبتدي بلو ليفل وما اعرفش عند المرحله كام تعلى وعند المرحله كام يحصل لها فوسفوريليشن وعند المرحله كام تختفي وعند المرحله الفلانيه تطلع حاجه ثانيه تحصل لها degradation and so on. يبقى دلوقتي ده كلها ايه ازمنه او تايم لاين لظهور mediators وتايم لاين لاختفاء mediators تايم لاين لاكتيفيشن اوف mediators تايم لاين لدستراكشن اوف mediators او regulatory proteins. الديجراديشن للموليكيولز دول زي السايكلينز قلنا بتحصل من خلال ubiquitin mediated proteolysis and the specificity of which is controlled by a large number of ubiquitin ligases اللي هم نفسهم are either single subunits او multi protein complexes that act as recognition factors for substrates to be ubiquitinylated. الكومبلكس اللي اسمه ال SCF complex ده large family of ubiquitin ligases that control cell cycle progression. They are also called because they are composed of a يعني جت منين كلمة SCF؟ حاجة اسمها SKP1 COL1 and F box protein فبالتالي CSF as well as ROCK1. It is the F-box protein component of the CSF complex that determines the substrate recognition. بيقول حضرتك الكومبلكسز ده control is control in key in controlling the abundance of cell cycle regulatory complexes
including cyclins or cyclin-dependent kinases or cyclin-dependent kinase inhibitors. يعني ال CSF complex containing the F-box protein coordinates SKP2 coordinates the ubiquitination of the cyclin-dependent kinase inhibitors P21 and P27, thereby allowing a cyclin-dependent kinase 2 activation في ال G1S border. يعني هو بيعمل coordination بطريقة إن هو يقدر يعمل degradation لحاجات معينة عشان to allow activation لحاجات تانية. مثالي احنا كده خلصنا الفيسيولوجي بان احنا يعني الفتره دي خلصنا تالت المحاضره دي على السيل سايكل. السيل سايكل كانت طويله شويه، مليانه ديتيلز، مليانه هيروز، مليانه ابطال، مليانه يعني ميدييتورز، مليانه اسماء جديده لكن مهمه جدا جدا. واحنا كده خلصنا الايه المرحله دي. قبل ما نخش بقى على الباثولوجي والتكنيكس والديزيزز، ويعني ارجو ان يعني نكون حصلت الفايده منها، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا.